السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم غنقدم لكم ان شاء الله طريقه تحضير بليغات بالزنجلان مع السلين، وصفه لرمضان ان شاء الله سهله وبسيطه وكتجي لذيذه وهشيشه بزاف. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه، تابعوا معي الفيديو الى الاخر. السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ومرحبا بكم في فيديو جديد في اطار الحلويات اللي غنقدمها لكم ان شاء الله لشهر رمضان المبارك. الحلوه اللي كتكون معسله. اليوم غادي نقدم لكم بليغات بالزنجلان، وصفه سهله وطريقه تحضيرها طبيعه الحال سهله، وحتى المقادير ديالها فهما بساطين. فكنحتاجوا بالنسبه ل 250 غرام ديال الدقيق، كنحتاجوا جوج المعالق ديال الزبده، القليل من القرفه، عندي ملعقه نصف ملعقه صغيره من خميره الحلويات، فقط نصف ملعقه، يعني نصف ساشي ديال خميره الحلويات، والقرصه ديال الملح. هنايا عندي نصف كاس من المزهر ونصف كاس من الماء، خلطتهم مع بعضياتهم، بيضه، كاس ديال الزنجلان مقدار 125 غرام من الزنجلان، وكنحتاجو بطبيعه الحال العسل. هذا العسل هو اللي سبقت وقدمت لكم فيديو سابق، نخليت لكم طريقه التحضير ديالو في صندوق الوصف. غادي نبداو الان طريقه تحضير هذه الوصفه، سهله بزاف. فغادي ناخذ الزنجلان، غادي نضيفو هذا الدقيق ديالنا، نخلطو مع الدقيق ديالنا، نخلطو كاع النواشف مع بعضياتهم. غادي نضيف قرفه، خميره، والقرصه ديال الملح. غادي نمزج هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم. الان غادي نضيف الزبده. الزبده كنكونوا فقط ذوبناها واحد شويه، اولا تكون بدرجه حراره المطبخ باش ما كتكونش قاصحه. الا جبناها من الثلاجه فكنذوبوها غير واحد شويه، اولا الا كانت عندنا في المطبخ وكان المطبخ ديالنا سخون فصافي كنستعملوها هكذا. جوج معالق ديال الزبده وبيضه، كنمزجو هاد المكونات مزيان كيما كتلاحظوا معايا. هاد الحلوه الزوين فيها ان طريقه تحضيرها سهله وكتجي لذيذه بزاف مقارنه مع الشباكيه اللي كتاخذ لينا وقت كبير باش كنحضروها. فهذه طريقه التحضير ديالها جد بسيطه وسهله، في نفس الوقت كتجي لذيذه مع هاد الزنجلان اللي فيها. دابا غادي نبدا نضيف الماء، كنضيفو غير الماء مع المزهر. هذا استعملت نصف كاس ديال الماء مع نصف كاس ديال المزهر عفوا، وكنبقاو نضيفو غير بشويه وكنجمعو. خاص العجينه ما تكونش عندنا رطبه بزاف، خاصها تكون متماسكه. غادي نستمر على هذه العمليه حتى غادي نجمع العجين ديالي. هاي العجين ديالي بعد ما عجناها، فالان غادي ناخذ هذا المرقق ديال العجين او المدلك وغادي نبدا نسرح العجين ديالي حتى كنحصلوا على واحد الورقه اللي تكون رقيقه، فغنستمر في التسريح ديالها. ملي تكونوا تسرحوا في العجين يمكن لكم ترشوا واحد الرشه فقط قليله من الدقيق باش تساعدكم على توريق العجين اكثر. بعد ما كنسرحوا العجين كامله كما قلت لكم فكتكون رقيقه كما لاحظتوا معايا، غادي نقطعوا الان، نقادوا هذه الجوانب ديالنا. حيدوهم تنعاودوا نورقوهم ونستعملوهم من جديد. وغادي ناخذوا هاد العجين ديالنا كنقطعو بهذا الشكل، انا استعملت كميه قليله من العجين، استعملت فقط 250 غرام من الدقيق، فيمكن لكم تضاعفوا الكميه. غادي نعبر تقريبا واحد الربعه ديال الصبعان،
يمكن لكم ديروهم بالحجم اللي انتوما بغيتو. هما فاش كيجيو هكا صغارين شويه كيجيو الشكل ديالهم زوين كيف ما كتلاحظوا. بعد ما قطعنا العجين فحنا كناخذوا كل قطعه منه وكنوضعوها بهاد القنت مع هاد القنت وكنوركوا عليهم مزيان باش ما تحش لينا العجين منين نبداو نقليوها. فكنوركوا عليها مزيان. غادي نكمل العجين ديالي كامله حتى غنكملوا تشكيل العجين ديالنا كاملين عاد غادي نبداو القلي ديالها. فغنستمر على نفس العمليه حتى غنكمل العجين ديالي كامل ومن بعد غادي نبداو القلي ديالها. كنديروا الزيت ديالنا سخون مزيان كما كتلاحظوا معايا. فانا جربت بشويه ديال العجين واش الزيت ديالنا سخونه. كنحضروا ايضا العسل فحنا كنوضعوه في كاسرونه ولا شي حاجه اللي كنوضعوها فوق من النار وكنوضعوه على فوق من النار حتى كي سخون شويه وكيترخف. كيمكن لينا نضيفوا ليه شويه ديال المزهر الا كان عندكم العسل العاقد بزاف. وكناخذوا كسكاس اللي غادي نسقطروا فيه هاد الحلوه من العسل. كيكون سخن الزيت ديالنا مزيان فحنا كنقصو كنخليو على نار هادئه. كناخذو هاد الحلوه ديالنا كنثبتوها مزيان من هنا باش ما كتحلش لينا في الزيت وكنوضعوها في الزيت. خاصنا نغطسوها مزيان في الزيت. كنخليوها كما قلت لكم على نار مهيله حتى كتحمر مزيان. خاص تكون النار مهيله باش ما كتحرقش ليكم دو معايا. فبعد ما كتحمر هاد الحلوه ديالنا مزيان ما كنخليوهاش تحمر بزاف باش ما كتبانش بحال محروقه وكنوضعوها في العسل. كنوضعوها في العسل كنخليوها واحد شويه ومن بعد غادي نحيدوها ونوضعوها في الكسكاس ونخليوها تستقطر من العسل. غادي نستمر على نفس العمليه حتى غنكمل هاد الحلوه ديالي ومن بعد غادي نوريكم الشكل النهائي. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البليغات بالزنجله اللي قدمت لكم اليوم. كما كتلاحظوا فكيجي الشكل ديالهم زوين والمذاق ديالهم رائع. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه. ما تنساوش تشتركوا في القناه الى عجبكم هذا الفيديو باش توصلوا ديما بالجديد. ديروا جيم لا فيديو. شكرا على التتبع ديالكم. شكرا على الوفاء ديالكم. ما تنساوش تزوروا الموقع chefmariam.com ايضا موقع chewati.com. الى اللقاء الى فيديو قادم وحلقه قادمه ان شاء الله.